الكبرى تحييكم تأليف محي الدين الطعمي الأسيوطي المصري المجلد الأول مكتبة الثقافية ببيروت. سيدي الدسوقي خليك مستعد لأن المجلد الأول لا لسه تو الناس على قولة الكويتين كلام كبير واللي يبي يصدق يصدق واللي ما يصدق الله يسامحه. يقول لك أمير كلال بن حمزة شيخ الشاه نقشبند شيخ يعني يقول من كراماته كانت والدته وهي حامل به إذا أكلت لقمة من حرام تجد ألما فلما تكرر ذلك احتاطت في أكل خالص الحلال. أويس القرني خير التابعين على الأطلاق بشهادة سيد المرسلين والنبيين وكان رجلا نحيلا شديد الأدمة أشعثا محلوق الرأس مهيب المنظر كان به برص فبرع منه إلا موضع درهم توفي عام 37 بالصفين شهيدا مع أصحاب علي بن أبي طالب عليهم السلام. هو مقام واحد عماني يحط لي قال لي بعمان هو بعمان ولا وين هو حيقول هو دلوقتي. لا ما قالوا أيوب السختياني والله ما شاء الله عليك محدث من سخت من خراسان إيران. من كراماته أنه كان بطريق مكة فعطش الناس وخافوا فقال لرفقته أتكتمون علي؟ قالوا نعم فدعا وحول رداءه يعني لبس لداء بالمقلوب صارت استسقاء فنبع الماء فورا فرووا وسقوا الدواب ثم مر بيده على الموضع فعاد كما كان توفي عام 131. أيوب ابن أحمد الخلوتي الله صوفي الحنفي الدمشقي غوث زمانه يعني مولانا اللي نقول نلقى غوث الزمان يعني ما كان أحد منافسه ولا في منافسين له؟ لا هو الأشهر فيه يعني معقول الغوث بس واحد يكون بالكرة الأرضية؟ اللي مشهور عندنا. الله من كراماته رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسادة العشرة معه. من هم السادة العشرة؟ المبشرين بالجنة. مين هم سيدي؟ الخلفاء الأربعة والزبير وطلحة وسعد وسعيد وال اسمه ده ابو عبيده وعبد الرحمن بن عوف. المهم كرامته قويه. يقول من كراماته الخلوتي راى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والساده العشره معه وهو يقول لابن عمه علي بن ابي طالب يعني النبي رضي الله عنه قل لايوب طوبى لعصر انت فيه. والله اي والله. من كراماته الكبرى راى الشيخ الاكبر ابن عربي الاندلسي الله الطائي الحاتمي وعلى ابوابه حجب كثيرة نحو الأربعين فدخلها ولم يمنعه أحد من الحجاب فلما كشفها ووصل بين يديه قال له أنت على قدمي يا أيوب ولا أعلم أحد دخل علي غيرك. الله توفي عام 1071 بدمشق. حرف الباء الجاء الباء توفي في دمشق. حرف الباء الله بدر بن محمد الحسيني القدسي كان قطبا عارفا متمكنا خضعت له أولياء زمانه وحرع إليه الخاص والعام وقصد بالزيارة وزارته الوحوش والسباع توفي عام 650. تعرفه؟ لا برق أحد الأبدال برق مو برق الخال البرق الخطيب برق. أحد الأبدال شوف الأبدال يعني مخفين ما حدش يعرف إيه يعني هذا الفرق يعني بتعلم منك سيدي الحجاد. من كراماته كان بدمشق جالسا مع أمينها وفي نفس الوقت كان يقاتل في معركة المنصورة الله أكبر بديار مصر وهو يقاتل بخشبة غليظة في الهواء ويضرب بها الأعداء. أيوه تشون تؤمن فيها مولانا يعني الواحد يتواجد بكذا مكان. الدشطوطي كان يرى في 40 بلد في وقت واحد. أنوري. هو اللي بني سويف دشطوطي كان الوالد يقول بني سويف. وكان من شيوخ اسمه ده من شيوخ البكري. مدد الخلوتي. والبكري مدفون في المنيا. ملاوي. سيد البهناساوي والتوني والفولي والسبع بنات. لا بس البكر بتاعنا محرص جنب الامام الشافعي عليه السلام والدرديري الدردير في البطليه في مصر. اسمع بركات اللي جايه مولانا الكحكيين. اسمع الكرامات قويه هذه. من بركات المجذوب المصري
هاي كرامته صعبة. من كراماته كان يرى الناس أنه يأكل الحشيش. من هو دي؟ هو بركات المجذوب المصري. ما عرفنا حشيش الأرض ولا الحشيش المخدرات. وسل عليه جندي سيفا وقال له كيف أنت شيخ وتأكل الحشيش؟ فقال له هذا ما هو حشيش. فأعطاه الجندي فوجد حلاوة مأمونية حارة توفيها عام 915. شنو الحلاوة المأمونية؟ مدد ما تقولوا من المأمون. نعم حلاوة المأمونية بتوع بحري. تعرفون شو الحلاوة الكفراوي القناوي الشرقاوي؟ شنو الحلاوة المأمونية؟ الحلاوة المسقطية. اي والله بركات الخياط. من كراماته كان اذا قدموا له لحم ضاني واشتهى لحم حمام ينقلب له في الحال حماما. الله الله. اي والله قويه. بشر الحافي معروف هذا. من كراماته كان يحضر الموقف بعرفات وهو في بغداد مقيم. توفي عام 227 ببغداد. امام احمد يجله. اي والله هذا يمكن من عندكم بس ما ادري او من المغرب. بقى بن بطو. من كراماتي وقع حريق في قريتي وتطاول فقام الشيخ بين النار وبين ما لم تصل اليه وقال الى هنا يا مبارك فخمدت النار. هذا حصلت لي اخر صحابي اللي هو عمر بن الخطاب. قال له تحش النار عن المسجد. الله قاعد يحشها بايده اللي هو اخر واحد اسلم. ايوه شيخ احمد فكره؟ لا نايم صاحب الفياض الجساسه الوقت نفتكره. فهو اللي نزل فيه ايها الذين امنوا اذا ضربتم في يعني شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك حين الوصيه الوالي. ايوه حين الوصيه اثنان لو عدل منكم او اخران من غيركم اللي هو صاحب حديث الجساسة. شوف اسمه. المهم مولانا عشان الوقت بنان الحمال بن محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي ثم المصري. المصري الواسطي يعني العراق ثم المصري. صاحب الجنيد البغدادي شيخ الصوفية والفقهاء. الله. من كراماته أغرى بعض القضاة ابن طولون على أن يلقيه للسبع. الله. فألقاه فجعل يشمه ولا يضره. وقيل له ما كان في قلبك حين شمك السبع؟ فقال قال كنت أتفكر هل سؤر السباع ظاهر أم لا؟ الله أيوة أكبر. أيوة حصلت للشيخ لودن. الله وين هذا؟ أنا عبد الناصر من زعماء الإخوان وخدوا الملك فيصل على السعودية لما دخلوا عليه البتاع الكلب الشرطة. فهو كان بيصلي فبعدين اللي اسمه صفوة الروبي ولا البسيوني قال له روح اغسل بقى دم الكلب من هناك. قام قال له يا سيدي ده الكلب قاعد يحرسه. قال له لقيت الكلب بيحرسه. مدد مدد. وهو بيصلي. حصلت للشيخ لودة. تميم الداري يا مولانا. ايوه تميم الداري. تميم الداري. هو لودة من نعم. وين؟ من مصر. مين؟ قدس الله سره. جعل ان الذي جعل الحقيقة علقمة لم يخل من اهل الحقيقة جيلا. هو لودة من وين؟ من مصر مولانا. ده قريبا من الشرقية سيد أبو خليل. من كراماته وشى به بعض القضاة فضربه سبع ضربات فدعا عليه أن يحبس سبع سنين فحبس كذلك. توفي بمصر عام 316. كلهم محبوسين الصوفية ليش مولانا؟ الله الشيخ الإمام الإمام الشيعة اللي في مشهد حبس. الإمام الرضا عليه السلام إمام هذا جدنا. إيه بهاء الدين المجذوب القادر المدفون بالقرب من باب الشعرية. باب الشعرية بزاويتي كان من أكابر عارفين باب الشعرية في الدقهلية مو؟ لا باب الشعرية محمد عبد الوهاب عاملين له تمثال في مدخله. محمد عبد الوهاب كان والله كان حنين. هو كان كان مؤذن مسجد الشعراني جده. الله محمد عبد الوهاب. ومن كراماته لما جذب جذب يعني شنو جذب مولانا؟ جذب يعني دخل مجذوب دخل بمسك التصوف. انتظرت زوجته إفاقته سبع سنين فلم يفق. فاستفتت العلماء يعني استلام حالة استلام كالوال سيد يوسف الرفاعي يقول فأفتوها بأنها تتزوج. فجاء في تلك الليلة
حين دخل بها زوجها وطعنها فمات جميعا، وضرب القاضي فعمي وتكسح إلى أن مات، توفي عام 922. حرف التاء تاج الدين بن شعبان من أقران عبد الرحيم القنائي، من كراماته كان يقول لمن يسأله عن حاجة أصبر حتى يجيء جبريل عليه السلام فأوصيه عليك، فأوصيه عليك. هذا كلش واصل. تقي الدين أبو بكر الحصني الحسيني الدمشقي الشافعي، من كراماته رأوه في مكة ثم في عرفات ثم في المدينة، ثم لما أتوا بدمشق رأوه هنالك 3 مرات يعني، وهو لم يقادرها يوما واحدا، توفي عام 839 بدمشق.